مساء الخير جميعا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ هل جيت لفضيت لحتى أشوف ردودكم على سؤال سألتكم إياه، مشان إذا في حدا كسر خاطركم هل أنتوا بتردوا كسرة الخاطر هاي بحال إجا موقف وحبيتوا تستغلوه، أو بتتركوه لله هيك وبتسامحوا وبتغفروا؟ خليني أحكي لكم إنه أغلب ردود الفعل كانت كتير حلوة، وهو إنه الأغلب بيسامح وبيغفر وما بيرد كسرة الخاطر بكسرة خاطر، سواء على سبيل الأخلاقي ما بتسمح لي أو على سبيل ما بستغل هيك مواقف. ولكن نص التاني كان إجابته إنه بكسر خاطره، ويمكن أكتر ما كسر خاطري حتى رد لحالي حقي. وفئة تالتة كانت قليلة، طبعا كانت بتحكي إنه حسب المعزة، إذا هذا الإنسان غالي على قلبي فأنا ما رح أكسر خاطره ورح خلي الأيام تبين له أنا مين وهو مين، وإذا كان مو غالي على قلبي فرح أكسر خاطره منيح. خليني أحكي لكم أنا رأيي بالموضوع شو. لا تعامل الناس بأخلاقهم، ولكن خلي أسلوبك بالتعامل معهم بناء على أخلاقك أنت. يعني اللي يكسر خاطرك أو يزعلك ما تحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل وربنا رح يجيب لك حقك. كن متأكد تماما أنه ربنا ما بيضيع حق بني آدم، لا انظلم ولا انغدر ولا انحكى بظهره كلمة ظلم. كمان خليك عارف أنه أنت لما تعمل خير رح ينردلك، ولو عملت شر كمان رح ينردلك. فمشان هيك مثلا أنا إذا حدا كسر بخاطري فعليا ربنا لا يكسر خاطر حدا، بسامح وبغفر بغض النظر عن المعزة أو حتى صلة القرابة اللي بينه وبينه، ما بفرق معي. ولكن خليني أكون معكم صريحة، أنا كمان ما لازم أكون غبية وأسمح للناس اللي كسروا خاطري مرة إنهم يكسروا خاطري مرة تانية. خلينا نكون متفقين إنه في ناس كتير بحياتنا موجودة بس تكسر خاطرنا. أول شيء مع هدول الناس كيف بدي أتعامل؟ بدي أدور على السبب اللي بخليهم يتعاملوا معي بهاي الطريقة. يمكن السبب جدا بسيط، إنه يكون أنا مزعلاهم بشي وعم يحاولوا يوصلوا لي إياها بأسلوب حكي، يمكن يكون أصلا مش أسلوبهم، ولكن من زعلهم عم يحكوا معك بالطريقة هاي. ولكن إذا رجعت حالك ولقيت حالك ما عمل شي وإن هم متعمدين انهم يكسروا بخاطرك، هدول الناس لازم تحط لهم حد او تكسر اصلا هاي الحدود خالص، يعني ما عاد تتعامل معهم ولا حتى تعاتبهم ولا حتى تحاسبهم ولا حتى لا تغفر ولا تسامح، انت بعد عنهم تماما. قد صار لازم احكي لكم تصبحوا على خير، وان شاء الله يا رب احلام سعيدة ويوم حلو مستنيكم بكرة، وان شاء الله يا رب ربنا يعطي كل واحد على قد نيته وعلى قد تعبه.